فكرة أنا مفيوت نمشيري نمتف نظمة ثواب ونوتن أوتامين خريستوس أنستي. هذه سوس أنستي. خريستوس أنستي دي كلمة جميلة يوناني معناها المسيح قام. القبط بتاعها بي خريستوس أفتمف المسيح قام، وكانت بتستخدم للتحية ويكون الرد بتاعها بالحقيقة قام. والحقيقة ما كانتش بس بتستخدم في القيامة، ده من الحاجات الجميلة لما كان واحد ينتقل له حد يحب يعزي الناس تعزيه، وهم بيعزلوا له خريستوس أنستي المسيح قام، فردوا قال خريستوس أنستي بالحقيقة قام. هو ده سر عزائنا، ان الموت اتغلب في قيامة ربنا يسوع المسيح له المجد. ايه اللحن الجميل بقى الاونيم ناي اللي اتقال جورج، ايه الجمال اللي اتقال ده بقى؟ اللحن اونيم ناي سيمفونية، يا للاتفاقات الواصلة او يعني اللي جايه الى اذنيه يعني. الاتفاقات اللي هي تمت من ايام النبوات ان الناس كلها بتفكر النبوات دي هتحصل ازاي، تمت في هذا اليوم، انه يوم هذا اليوم الذي تم فيه الخلاص لكل جنس البشر. فهذه الاتفاقات النبوات اللي اتقالت، العذراء تحبل وتلد ابنا، عذراء تحبل ازاي، بعدين النبوة اللي اتقالت هو ذا ملكك يأتيك راكبا على جحش ابن أتان، مين دي، مين اللي هيعمل كده، وبعد كده هو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا، وأين شوكتك يا موت، وأين غلبتك، أين غلبتك يا هوين. يا لهذا التناغم بالظبط اللي تحقق في يوم القيامة. كل سنة وانتم طيبين. خريستوس أنستي. ناخد مع بعضنا النهاردة لحن صغير كده من ألحان القيامة الجميلة نحفظه، وبعدين نسمع برضو لحن من ألحان القيامة نختم به الحلقة بتاعتنا النهاردة. هناخد مرد الإنجيل زي ما هو موجود على الشاشة. لما بيتقري الإنجيل الشعب بيرسبوند، بيستجيب للي سمعه وبيعبر عن اللي سمعه بلحن. الانجيل بتاع قداس العيد بيتكلم عن ظهور السيد المسيح للمجد القيامه وظهوره لمريم المجدليه، وطوال الأربعين يوم المقدس اللي ما بين القيامه لغايه الصعود بتبقى القراءات من لي من بشاره القديس يوحنا، ومركزه على لاهوت المسيح وقوته وجبروته وكل الغنى اللي احنا شفناه في قيامته. فالكنيسه بتستجيب للانجيل بهذا المرد الجميل. النغمة فرايحي، ومش بس بتتقال في عيد القيامة، بتتقال في كل ألحان السيدية اللي فيها النغمة الفرايحي. جميلة خالص زي الكلمات زي ما مكتوبة قصاد حضراتكم. دي الألفا والال القبطي بتتكتب كده اللولة، ولما يبقى فيه شرطة من فوق معناها ان احنا كاتبين الكلمة مختصرة. فقليلوا يا واخدين بس الحرف الاولاني والاخراني الاي والال، ومتكررة اربع مرات، قليلوا يا قليلوا يا قليلوا يا قليلوا يا. بفكر حضراتكم ان القبط شبه خالص نطقه، كتابته الحالية شبه اللغة الانجليزية، الحروف المختلفة بنكتبها فوق باللون الاحمر ونكتب فوق بتتنطق ازاي عشان تبقى سهلة القراية. بعد قليلوا يا بنقول الإيسوس اللي هي يسوع يهوشع المخلص، إيسوس، وبعدين دي البي القبطي تقيلة، بي دي الكي اتش اللي هو الخ، بي اخ ريستوس المسيح، إيسوس بي اخ ريستوس يسوع المسيح، وبعدين ده بقى البي الكابيتال اب اورو، اورو يعني ملك، اب اورو ملك. الكلمة دي سهلة خالص شبه الانجليش كلها، انتي اللي هي اداة الاضافة يعني، وبعدين اب او او المجد، ملك المجد يسوع المسيح، اب اورو انتي اب او ملك المجد. اف دي الاف القبطي، اف تنف يعني هو قام، اف تنف ايفول خين من، والخا هنا دي شبه الخا العربي، ودي ال اللي خدناها فوق خين. كلمة الموت بالقبط شبه العربي نتموت اثموت او اثموت، خلني اثموت، قام من الموت يسوع المسيح ملك المجد، قام من بين الاموات. انا هقولها بس جاست مرة واحدة وبعدين نسمع بقى بصوت جورج الحلو، وبعدين نقولها مع بعضينا بالموسيقى.
اللحن لوحده يخلي الواحد يبتسم مليان فرح. الليلويا الليلو يا الليلويا الليلويا إيسوس بخريستوس بقورو انت اب افطون في ايفول خني اثموت. تفضل يا جورج. ما اقدرش اقول بعديك اتفضل. ابونا في كلمة بيخريستوس، هي بتتطق بإخريستوس ولا بيخريستوس؟ هي البي والاي اللي هم البي اداة التعريف المسيح، والاسم نفسه اخريستوس. بس كلمة بإخ دي بقى عارف إنها معناها شيطان أو عفريت بقى. بخ 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 بالقبطي معناها عفريت، عشان عشان لما كده إحنا بنيجي لحد نخدها نقول له بخ. بخ هي بي إخريستوس، بي إخريستوس، لكن مالناش دعوة بالبخ. يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. يسوع المسيح ملك المجد. شوف اللحن القبطي الكنسي تلاقي كل كلمة عقيدة، يعني قللوا يعني هللوا، افرحوا، امتلئوا بالفرح وتهللوا. ليه؟ لأن يسوع من يسوع المسيح هو المخلص وهو الممسوح من الأب خلصنا. ابقوره هو الملك، ملك المجد، قام عقيدة القيامة من الأموات، من الموت، غلبة الموت والخلاص. في سطر واحد تشوف كام عقيدة، ودي تتغرس من خلال اللحن. نقولها مرة كمان مع بعضنا. تفضلوا. نسمح منك لو أنا مع الموسيقى. لا مع بعضنا نقولها مع بعض. عايزين ندعي بقى المشاهدين يقولوها مرة كمان معانا. ودانهم معانا، عينيهم على الكلام، وقلبهم مع ربنا. يعيشوا اللحن، يعيشوا، يتأملوا. يعني ممكن قدسك تفسروا كله بالعربي، الناس كلامه. برضه عشان يعني قللوا يا، يعني هللوا يا، هللوا يا، افرحوا بربنا. وحلو ان الواحد يفرح بربنا اكتر ما يفرح بعطايا ربنا. طبعا افرحوا بربنا، لأن يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. السهل الممتنع. نقولها مرة مع بعضينا، وياريت يعني المشاهدين يشتركوا، يعني محدش يخاف من الألحان. اللحن بيبقى بسيط، عايز الواحد يمشي فيه ويمشي مع القبطي. ممكن أول مرة نتكعبل، تاني مرة نتكعبل، لكن حبة في حبة الواحد هيبص يلاقي نفسه. احنا بنتكعبل لغاية دلوقتي. اتفضلوا نقولها مرة كمان، ويا ريت المشاهدين يشتركوا معانا. اتفضل يا جورج. هللويا 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 يسوع
ننتقل أخطون في الغول خلي اسمه. والجميل إن كلمة الموت بنلحنها بلحن جميل، بقى الموت مش عدو، ما بقاش مخيف، بقى الموت هو البوابة اللي المسيح لو المجد فتحها لنا للعبور للحياة الأبدية. جورج عايز تقول حاجة؟ ويمكن يا ابونا الموت اللي مقصود به هنا هو موت السيد المسيح. في فرق بين موت السيد المسيح على الصليب وموت الإنسان في الخطية، زي مثلا لما هنيجي أكيد للحن خريستوس أنستي بعد إذن قدسك، يعني احنا جينا له خلاص اعتبرنا وصلنا. ان في فرق بين كلمة صناتون صناتون، اي في هذا الموت ده موت السيد المسيح موت الخلاص، وفي فرق من موت الانسان. حتى هنلاقي نفس الاستاذ عادل بقى هنا التخصص بتاعه ان النغمة نفسها بتعلى انصى فرقه صنعته زادت انها متعلقة. صوت الموت، الموت اللي هو موت السيد المسيح القوي اللي غلب بيه الموت الضعيف صنعته. يعني ما هو كلمتين واحدة قدسك بقى تشرح لنا الكلام اكتر. اخ عادل احنا قدمنا الحلقات بتاعت اسبوع الالام وخدنا النغمات الحزينية والنغمات الجنائزية ويعني متعتنا بالالحان الجميلة. دلوقتي خدنا اونم ناي عزفناها وخدنا مرد الانجيل الفريحي وحنقول خريستوس انستي. الحان الفرح من الوجهه الموسيقيه من التلحين تحب تقول عليها ايه؟ هو الالحان الفريحي او المقامات الفريحيه بتبقى في مقام في مقام الراست في مقام البياتي دي السكه بتبقى يعني فيها فرحه في العزف بتاعها. فهنشوف اللحن اللي جاي هيبقى منين يعني هيكون يعني فرايحي. طبعا هو ابونا قصده ان احنا الفرح، هل الموسيقى بتعبر عن الفرح؟ اكيد طبعا. يعني المقام الراست ده مقام فرح، يعني اول ما واحد يقول لك انا عايز حاجه فرايحي وانت بتلحن له وتروح حاطط له مثلا يقول له هتبتديها من الراست، ما تقدرش تبتديها بقى من لا ما اقدرش اقول مثلا مقام صبا واقول ده فرايحي. صبا معروف انه حزين يعني هوزان برضو فيه حزن شويه، لكن البياتي فيه فرح والمقام الراسي فيه فرح. فالألحان بتتعمل يعني كل طبعا لما بيجي لحن اي ملحن اي حاجه بيبقى عارف المقامات دي بترمز دي. يعني كان في واحد قال ايه، قال لك الالحان زي الايقونات نوافذ مفتوحه على السماء. يعني لما بتبص للايقونه انت بتشوف نافذه بتوري لك الابديه، ولما بتقول اللحن او بتسمع اللحن انت دلوقتي بتبص على السماء ان لم يكن بتدق السماء. فيلا فرحنا بقى. انت عارف قدسك ابونا برضو معلش يعني اسف القطع الحديث، يعني في بعض الفلاسفه الموسيقيين شرحوها قبل كده قال لك عرفني مزيكتك اقول لك من انت. يعني يعني انت صح يا استاذ مظبوط ان انا ما اسمعك موسيقتي اقول لك انت مين. فبتهيالي الكنيسه بعظمتها اتعرفت من هذا البرواز، يعني ان احنا بنسمع عظم كنيستنا بالحنة. الكنيسة الناس كلها حتى لما كنا مع احنا استاذ عادل ما كنا مثلا بنطلع مع فرقة دافيد للالحان القبطية برا، الناس في ناس كتيرة قوي كانت تعرفش حاجة عن ربنا ملحدة، كان اول ما يسمعوا اللحن ده كان يقولوا لنا اللحن ده حاسين ان احنا طايرين في السماء. يعني ده كان ابسط تعبير بيقولوه لنا ان اللحن القبطي دايما لما بيجي بيعبر بيرفع الانسان فوق مستوى الماديات او فوق مستوى الارض وبيسبح في مجال اللي هو اللي قريب من ربنا. تعرف فكرتني بحكايه جورج حصلت معايا السنه اللي فاتت. في يعني انسانه متدينه جدا وانسانه يعني بتاعت ربنا اتصلت وقالت لي ممكن اجي، هي من بره الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، هي غير مصريه وغير عربيه، هي من الولايات المتحده.
فممكن اجي احضر معاكم قداس. فقلت لها اتفضلي. كانت في الخمسين. فحضرت القداس ولقيتها واقفه طول القداس في المكان اللي حددنا ليها قدام. فوانا بمر بالايقونه بتاعت القيامه بنقول يا خريستوس اناستي، لقيتها بتبكي. فبعد القداس قلت لها هل انت قدرت تستمتعي بالنغم القبطي، باللحن القبطي، بالقداس القبطي، بالرغم انه طويل وممكن يكون اول مره تسمع النغمات الشرقيه؟ فعارف قالت لي ايه؟ قالت لي انا ساعه ما كنتوا حاملين ايقونه المسيح وبتلفوا بيها وبتقولوا اللحن ده، انا لقيت مش قادره احتمل الفرح، ولقيت في معنى جالي. قالت لي احنا، هي من اصل يهودي، واحنا بنعمل نفس الدوره في المعبد واحنا شايلين التوراه، فالاول مره افهم ان انتوا شايلين المسيح، لان المسيح هو كلمه الله، هو التوراه الحقيقيه. فلقيت المعنى ده جالي وانتوا ماشيين ونغمات سماويه بتقولوها، فشعرت ان انا في الجو السماوي. انتوا فتحتوا بقى يعني. انا في حاجه شبيهه بكده برضو. كان في اخ غير ارثوذكسي، ودايما كان ما بيحبش اللغه القبطيه خالص، يعني بيكره اكتر حاجه، يقول انا بكره اكتر حاجه في كنيستكو اللغه القبطيه. فواحد قال له تعالى اسمع، يعني قال له تعالى صلي، بيدعوه للكنيسه يعني، وقال له ابونا اللي عندنا هيصلي من غير، ممكن ابونا ده غالبا بيصلي باللغه العربي. قال له هاجي، يعني زي واحد زي ما بيقولوا بالبلدي كده عاصر على نفسه لمونة. فراح الكنيسه، من حظه ان ابونا ما قالش ولا كلمه عربي في القداس ده، صلاه كله قبطي. الراجل ده بعد القداس يا ابونا طالع، ابونا بس ده ابونا برضو كان صوته حلو، ابونا الراجل بعد القداس طالع عينيه مرغرغه بالدموع بيبكي. فصديقه بيقول له انت مالك؟ قال انا كنت عايش في السماء. قال له ده القداس كله ابتي، ده انا كنت متضايق ان القداس كله ابتي. قال له لا، انتوا مش حاسين باللي انتوا فيه، دي انتوا في نعمه كبيره جدا، انا كنت حاسس بكل كلمه بتتقال من غير ما بفهم. الحقيقه هو ده الالحان اللي بتعبر عنه. الحلقه جت لاخرها بسرعه، فحننهي الحلقه باللحن الغلبه، لحن النصره، مارش الفرح. ده لحن يوناني مش قبطي. الكنيسه بتقوله باليوناني، وبرضه بنقوله بالقبطي، بس احنا نقوله دلوقتي يوناني. اخريستوس اناستي اكنكرون، المسيح قام من الموت بموت وغلب الموت، والذين في القبور انعم عليهم بالحياه الابديه. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. نسمع اللحن الجميل ونقوله مع بعض ونعيش كلنا في أفراح القيامة المجيدة. كريستوس Hey.
ربنا يعوضكم. المسيح يسوع قام من بين الأموات بموته، داس الموت، والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها، أمين. وتفضل الكنيسة تقول اللحن ده وهي بتلف 7 مرات، 3 مرات حوالين المسبح، وثلاث مرات في صحن الكنيسة، وبعدين مرة تانية في المسبح. دول 7 دورات اللي عملهم شعب الله في اليوم السابع حوالين أسوار أريحة، فانكسرت الأسوار ودخل تابوت العهد بقوة إلى أريحة يملك عليه. فالكنيسة بتمر بالمسيح القائم بتابوت العهد الجديد اللي أعطانا عهده الجديد بجسده ودمه، وهي فرحانة تقول المسيح غلب الموت بموته، واللي في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. وتبتدي الدورة من الهيكل وتنزل للشعب وتروح راجع الهيكل، لأن دي قصة خلاصنا من ربنا يسوع المسيح وقصة كل واحد فينا. المسيح للمجد نزل من السماء سبى سبيا وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا وتجسد ومات وقام،
وصعد مرة أخرى. ودي قصة كل واحد فينا، إن احنا نزلنا وحنقعد في الأرض نلف شوية ونرجع تاني. كل سنة وانتم طيبين. وخريستوس أنستي، أليسوس أنستي، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.